إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، السعي نحو التنمية الشاملة وعملين أبنائنا وبناتنا في العمل عن تحقيق هذه الرؤية الطموحة. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط متقدما وصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. 2030 مع عادل باربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة نجدد من خلال اللقاء بكم في برنامجكم 2030، معي أنا عادل باربع. نظرا لما تمر به مملكتنا الحبيبة كجميع دول العالم إلى ظرف طارئ قد يؤثر على الاقتصاد، ولما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور هام في اقتصاد المملكة، أردنا أن نتحدث في حلقة نفرد من خلالها الحوار والنقاش عن كيفية تجاوز هذه الأزمة، أزمة كورونا وهذا الوباء، وكما عودتنا مملكتنا الحبيبة في أنها يد بيد وأنها دائما مساندة لشعبها في كل الحالات التي تمر بها وكل الظروف، بأن تكون دائما وأبدا معها، فقد ساندتها في وساندت كثير من القطاعات والمنشآت الخاصة، وضخت المليارات من أجل أن يظل الاقتصاد يقف على قدمين، على أرضية راسخة. لكن نريد أن نتحدث أيضا كيف تعمل هذه القطاعات، وكيف لها أن تعمل في ظل هذه الظروف، وكيف تستطيع أن تتجاوز هذه الأزمة والتخطيط الذي ينبغي أن تعمل عليه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور وليد الضبي، وهو مؤسس منصة جدوى التقنية. نرحب بك دكتور وليد، ونحن سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة. الله يسعدك ويبارك فيك أخوي عادل، وحياك الله وحيا المستمعين الكرام معنا. الله يسلم. بداية، كيف تقرأ هذه أول حاجة الدعم الذي قوبل من مملكتنا الحبيبة، ويعني دورها في أنها تضخ وتساعد وتقيم هذه المنشآت والقطاعات الاقتصادية بشكل كبير؟ طبعا الحكومة ما شاء الله تبارك الله يعني دعمت الآن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ تقريبا 50 مليار ريال. المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعني لو لاحظناها في المملكة العربية السعودية فهي تمثل 99.4% من إجمالي المنشآت عندنا في المملكة، فهذه يعني نسبة لا يستهان بها مقابل إجمالي المنشآت. الأمر الآخر، كم تمثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عندنا في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة العربية السعودية؟ نعم. تمثل تقريبا يعني 2019 مثلت 28% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الهدف المستهدف في رؤية 2030 بأنها تصل إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعني هي أساس نعتمد عليه في اقتصاد المملكة، وخاصة في رؤية المملكة 2030. نعم. إذن دور المنشآت الآن برأيك دكتور وليد في ظل هذه الأزمة، ما الذي جعل بعض المنشآت ممكن أنها تتأثر بشكل كبير وبعضها بشكل متوسط، والبعض قد يكون يعني هذه الأزمة بالنسبة له إن شاء الله سحابة صيف وتعدي، فتعطينا فكرة عن هذا الموضوع؟ طيب أخي عادل، هو لو عرفنا أصلاً إيش الأزمة في المشاريع التجارية، يعني الأزمة تختلف يعني من نشاط لنشاط، لكن إن عرفناه في المشاريع التجارية إنه هي التعرض لأثار حدث خارجي عن الإرادة، يعني الحدث مثل أزمة كورونا الآن يعني خارج عن إرادة مالك المشروع، فيؤدي هذا الحدث إلى انخفاض في إرادات المشروع وبالتالي انخفاض في أرباح المشروع، فهو التعرض لحدث خارجي. هذا هو تعريف الأزمة للمشاريع التجارية. نعم. طبعا كل أزمة تحتوي على أمرين. نعم. تحتوي على أسباب فشل، تحتوي على بذور نجاح. إذا جينا إلى أسباب الفشل فهي الخوف والاستسلام والمشاهدة، يعني مشاهدة كيف تخسر، هذا هو سبب الفشل الوحيد في الأزمات. لكن إذا جينا لبذور النجاح في إدارة الأزمات فهي تكون من أربع عناصر تقريبا إدارة الأزمة.
يعني هي يعني متعدده، لكن لخصناها بشكل بسيط رواد الاعمال وملاك المشاريع فهي تكون باربع مراحل. المرحله الاولى تكون من احتمال حدوث الازمه، يعني قبل أن نوصل للازمه هذه يكون احنا حاطين خطه عمل عندنا في حال حدوث ازمه لا سمح الله، فما يعني المعمول به في للخروج من هذه الازمه. هذا الامر الاول. الامر الثاني هو فتره يعني الفتره الحاده بدايه الازمه، انه متى يعني تبدا الازمه والفتره اللي بتكون الازمه فيها يعني في بدايتها. الامر الثالث وهو الفتره المزمنه او استمرار الازمه، يعني احيانا تستمر الازمات الى 3 شهور الى 6 شهور او اكثر. والامر الرابع هو حل الازمه، متى نطلع بخطه ونحل فيها الازمه. طبعا تختلف مراحل الازمات هذه من مشروع لمشروع، يعني لا يمكن ان نحكم على ازمه كورونا الان انها مثلا يعني هي في بدايه الازمه او انها في في فتره استمرار الازمه، لكن اداره المشروع هي من يعني تحدد هي في اي مرحله من مراحل الازمه. يعني احيانا بيكون المدير عندك ريادي مبتكر وعندي يعني نموذج عمل متغير، وبامكانه انه يكون الان في مرحله حل الازمه، هو الان قاعد يشتغل على ايرادات ما كانت اصلا محسوبه عنده في السابق. فاداره المشروع لها دور كبير في تحديد يعني المنطقه التي تكون فيها المنشاه من حيث خطوات الازمه. طبعا هنا يكمن سر النجاح، هو تحويل عفوا الازمات هذه الى فرص. يعني مع الأزمات هذه تجلب معها المتغيرات، متغيرات في سلوك المستهلك، متغيرات في العرض والطلب، متغيرات أيضا في المنافسين. المنافس اللي يعني ما كان أصلا مقتنع من مشروعه فطبيعي راح يستسلم ويطلع من السوق، والمنافس اللي لا بالفعل عنده قيمة مضافة وعنده ميزة تنافسية فهو راح يزيد من القيمة المضافة لهذا المشروع. نعم، هو فعلا كيف يستثمر يعني الاقتصادي الصحيح والسليم يعني هذه الأزمة ويجعل منها بيجعل من المحنة هذه منحة تساعده ويقف ويستشرف مستقبل بإذن الله تعالى مشرق بالنسبة له وللوطن. طيب أنا أقول لك هي يعني صراحة عدة أمور ينبغي أنه يعني رائد الأعمال والمستثمر أنه بيعتمد عليها. أول شيء خذ الأخبار من المصادر الرسمية. جميل. ولا تسمع من الإشاعات ولا من رسائل المجموعات الواتس ولا أي شيء، خذ الأخبار من المصادر الرسمية. عندك وزارة الصحة، عندك وزارة التجارة، فخذ الأخبار يعني من المصدر الرسمي ويعني أجمع البيانات من عندهم. الأمر الثاني، جمعك للبيانات الوحدة لا يكفي، أنت لازم تحلل البيانات هذه وتعرف أنت فين رايح في السوق، وتعرف حجم العرض وحجم الطلب والمنافسين، وتحاول أنك تحصل على البيانات بشكل يومي وتحللها إذا أنت كنت مختص. إذا ما كنت مختص يعني تعتمد على المختصين في تحليل البيانات حتى أنك توصل يعني لمنطقة يعني نعتبر فيها المنافسة يعني متقدمة جدا. الأمر الثالث أنك من الآن تحط لك خطة للأزمات الجاية. يعني أنت لا تتوقع أن أزمة كورونا هي يعني أقوى أزمة، صحيح أنه اقتصاديات العالم كلها تأثرت منها، لكن أنت خلي عندك يعني خطط للأزمات اللي جاية قدام. برضو تعلم من الفترة الحالية، تعلم من الفترة الحالية، تعلم من أخطائك اللي صارت لك في المشروع، تعلم من الأشياء اللي أنت ما حسبت حسابها في بداية مشروعك، وتعلم من منافسينك وكيف قاعدين يتطورون في الفترة الحالية. يعني دحين قاعدين نشوف كل المشاريع قاعدة يعني تقدم أفضل ما عندها، فأنت تعلم من المنافسين وتابع المنافسين عندك كيف بيقدمون منتجاتهم، كيف بيوفرون خدماتهم، إيش الباقات اللي هم قاعدين ينزلون فيها. وكمان تعلم من استخدام التقنية، إنك كيف تحول شغلك كامل عن بعد. الآن نشوف المتاجر الإلكترونية ما شاء الله تبارك الله تطورت بشكل كبير، تطبيقات التوصيل الآن تطورت، فتعلم برضو من الفترة الحالية من خلال التقنية وتحويل يعني مشروعك إلى مشروع يعني في جانب تقني أكثر، لأن هو المستقبل حقيقة الآن. برضو من الأمور المهمة أنك تستعد لسوق متغير. يعني الفترة الجاية يعني راح يتغير فيها السوق، راح يتغير فيها أصلا سلوك المستهلك. العميل اللي أول كان يدخل ما كان يدقق عندك على موضوع النظافة، ترى الآن بيدقق عندك 10 على 10. فأيوه فالجودة يعني حيكون يعني معيارها جدا مرتفع عن أول. لا تفكر أنك تقدم منتج يعني بجودة متوسطة أو أقل من المتوسطة، فالعميل الآن بدأ يركز على الجودة، العميل الآن بدأ يركز على القيمة مقابل المال، فهذه كلها الآن أصبحت معايير يركز عليها المستهلك، وبينظرها المستهلك يعني أكثر من أصحاب المشروع نفسهم. نعم. برضو أنه لازم تعدد مصادر الإيراد في مشروعك، يعني خلي نموذج العمل اللي أنت قاعد تشتغل عليه حاول أنك تغيره بما يتوافق مع السوق حاليا ومستقبلا. يعني لا تكمل في مشروعك نفس ما كنت أول، حاول أنك تغير من نموذج العمل، حاول أنك يعني تطور، حاول أنك أنت توصل للعميل. يعني الآن نشوف بعض المطاعم المختصة في البرجر بدأت يعني تجهز البوكسات وتوصل نفس العملاء
في منازلهم وانت امسك وايش البرجر عندك في البيت، ما يحتاج انك تجي للمطعم وانك تاخذه جاهز. اي في مساله الرواتب حقيقه هذه كثير يعانون منها في المشاريع الرياديه، بيكون يعني الكاهل الكبير عنده الرواتب. ففي حل ممكن انه يكون الموظفين اللي عندك، تجتمع مع الموظفين اللي عندك تقترح عليهم انك تخفض الرواتب وتدخلهم معك في المشروع بنسب معينه، وهذه تعتبر يعني حل وسط افضل من انك انت تخسر المشروع وتطلع من السوق بشكل كامل. الأزمة يعني عالمية، فهي جات على هي جات على الدول قبل لا تجي على الأفراد وقبل لا تجي على المشاريع. اللي يتجاوز هذه الأزمة ويقدر إنه ينجح في هذه الأزمة صدقني إنه قادر على إنه ينجح في كل الأزمات مستقبلا. برضو من الأمور اللي نحاول إن ننبه لها ونشير لها اللي هي إعادة دراسة جدوى المشروع حتى تعرف مدى تأثير الأزمة هذه عليك، يعني هل هو يعني أحيانا بتكون التأثير إيجابي عندك، بيكون أحيانا أورد لك قيمة مضافة ما هي موجودة عند منافسينك، أحيانا بيكون أنت بتدخل بميزة تنافسية ما هي موجودة عند منافسين فأنت سحبت العملاء عندك. فأحيانا يكون في التزامات تكون مترتب عليها من خلال زيادة الرواتب أو من خلال صرف الرواتب من خلال يعني انخفاض الإيرادات، فأنت تحتاج إلى إعادة دراسة جدوى مشروعك، بالإضافة إلى أنه بند الاحتياطي الآن أصبح مهم جدا بداية من يعني الأشهر الحالية، أنت لازم تفكر في بند الاحتياطي إذا ما كان عندك في الشهور السابقة فلا بد أنك تستقر عليه من الآن. من الأمور المهمة جدا رأس المال العامل في دراسة الجدوى حقيقة أخي عادل، يعني هذه من أكبر الإشكاليات في فشل المشاريع، ويعني من خلال يعني نظرة للسوق ومن خلال نظرة للمشاريع الريادية سبب فشلها يعني في أول سنة أنه الريادي لما يحط اللي قدامه واللي وراه في هذا المشروع وينتظر أول شهر أنه يرد له هذا المشروع مقابل حتى أنه يبدأ يسدد الالتزامات اللي عليه، فهذا هو أول سبب الفشل المشروع. نعم. إذا أنت ما كان عندك رأس مال عامل اللي هو نقصد فيه رأس المال التشغيلي لثلاث شهور أو ست شهور قدام، فأنا أنصحك أنك ما تفتح المشروع. مخاطرة كبيرة جدا أنك أنت تفتح المشروع وأنت ما عندك رأس مال تشغيلي ورأس مال عامل اللي نقصد فيها المواد الخام، اللي نقصد فيها الإيجار، اللي نقصد فيها الرواتب، نقصد فيها التسويق، وهو أمر مهم جدا. لا تفتح مشروعك وبعد كذا تنتظر إنه يجون المشاهير ويسوون لك إعلان أو إنك يعني تحاول إنك أنشر البروشور هذا، أنت لازم تكون عندك خطة تسويقية تنزل فيها السوق. وقبل كل شيء مشروعك إذا ما هو قيمة مضافة، إذا ما هو يعني فيه ميزة تنافسية، تحاول إنك توجد القيمة المضافة والميزة التنافسية اللي تنزل فيها للسوق. يعني هذا بشكل مختصر يعني بحيث إنه كيف نحاول إن نطلع من الأزمة ونحول الأزمة هذه إلى فرصة نستغلها ونتعمق في السوق أكثر، يعني ما نعتبر إنها هي نقطة استسلام ونطلع من السوق، بالعكس يعني الأزمات أنا شايف إن فيها فرص وهي تجلب معاهم تغيرات وهي بتوضح لك إنه العميل جالس يطلب يعني أشياء أكثر من الأشياء اللي أنت متوقعها. فالأزمة مكان يعني أو وقت يعني جميل جدا إنه الشخص بيعرف احتياجات العملاء بالتحديد اللي هي سر نجاح المشاريع. طيب حنطلع فاصل دكتور وليد وما زال الحديث الشيق معك مستمر، فاصل ثم نعود إليكم مستمعين الكرام، ابقوا معنا. عودة لكم مستمعينا الكرام وما زال حديثنا حقيقة مهم جدا كما ذكر الدكتور وليد، كيف نحول هذه الأزمة إلى فرص اقتصادية يستطيع الواحد فعلا أن يبني أشياء كثيرة ويستطيع أن يخرج بها بأفكار مهمة إلى ما بعد هذه الأزمة بإذن الله تعالى. دكتور وليد نصل بكم يعني الآن الدور أو الخطة اللي ممكن أن يقوم بها رواد الأعمال لأجل أن يستثمروا هذه الأزمة، أقول يعني ما أقول إنها أزمة وينتهي كل شيء زي ما ذكرت، لكن ما هي الخطة التي سيعملون عليها لأجل فعلا أن يتجاوزوا بهذه الأزمة ويستثمرون هذه المحنة؟ جميل أخوي عادل، يعني إذا جينا رواد الأعمال مثلا في المشاريع الحالية القائمة، أهم شيء الآن أنت لازم تحسب كم مصروفاتك الشهرية واليومية. فإذا كنت أول أنت يعني غافل عن الموضوع هذا، أنت اليوم لازم تحسب كم مصاريف المشروع بالتحديد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لازم تشوف كم كانت إيراداتك ولازم تحسب إيراداتك بشكل يومي خلال أيام الأزمة الحالية. الأمر الثالث هو حاول أنك تقلص المصاريف قد ما تقدر.
المقصود انك تقلص المصاريف، حاول انك يعني مساله الايجار، وان شاء الله ان اصحاب العقار يعني متعاونين في النقطه هذه، وشفنا مبادرات يعني جميله منهم. حاول انك يعني قد ما تقدر تاجل مثلا الالتزامات الثابته اللي عليك، الايجار، تكاليف مثلا التمويل، الشغلات اللي عليك التزامات اللي تشوف انها يعني عاليه عندك، فحاول انك تقلصها قد ما تقدر. الامر الرابع هو حاول انك تركز على التسويق بالمحتوى، سوق لمنتجك، سوق لخدمتك بالمحتوى. يعني مثلا اصحاب المطاعم الان يعني نشوف يعني احجام كبير من العملاء على المطاعم، بحكم انه انا ما ادري كيف العمل في المطعم، فممكن انك انت تنقل يعني طريقه اعداد الاطباق للعملاء عن طريق يعني التصوير المباشر، عن طريق النقل المباشر بوسائل التواصل. برضو من ناحيه الخدمات حاول انك ترفع في جوده الخدمه وتوصيل الخدمه بشكل يعني يرضي العميل ويرضي المشترك اكثر من الامر اللي هو يطلبه. برضو من ضمن الامور حاول اذا كانت انت عندك يعني استحقاقات عند مثلا مشاريع اخرى او عند عملاء اخرين، فهو يعني وقت مناسب جدا انك تحصل الان ايراداتك، لانه الان المبالغ البسيطه فتعتبر عندك الان في الازمه الحاليه مبالغ كبيره. هذه بشكل يعني مختصر اهم الامور اللي يحتاج رواد الاعمال يعني الانتباه لها خلال اداره الازمه، بالاضافه الى انه يعني التعلم من الازمه هذه. حاول انك تتعلم من الازمه هذه، يعني هل مشروع يتضرر او لا، مقدار الضرر من المشروع، بدايه الضرر من المشروع فين كانت، هل كانت بعدم اعداد دراسه جدول للمشروع، هل كانت بعدم اعداد خطه عمل للمشروع، ام هل ان كان نفس فكره المشروع ما هي قيمه مضافه، فلما الان جاءت الازمه اصبح العميل مستغني عنها. لذلك انا دائما يعني انوه انه افضل شيء في المشاريع التجاريه انها تكون تلبي احتياج، حتى لو ما كانت تلبي احتياج فهي تكون مشاريع يعني وسيطه ما بين العميل وما بين مشاريع اخرى تلبي احتياج. بحاول تركز على دائما القيمه المضافه انها تكون في احتياجيات العميل. نعم، يعني هذه من اهم الامور، انظر الى اين يحتاج العميل، وهنا راح يكون العمل باذن الله ناجح. بالضبط، ويعني يعني ما هو شرط انك في الازمه الحاليه انك لازم تمشي على نفس ايراداتك القديمه، بامكانك انك انت الان تستغل الازمه هذه تحولها لفرصه وتغير نموذج العمل عندك. يعني حتى في طريقه التفكير لا تفكر لوحدك انت يا مالك المؤسسه او يا مالك الشركه، اجتمع مع فريق العمل عندك عن طريق البرامج الاونلاين الان واوجد حلول. يعني احيانا نفس الموظفين اللي عندك ممكن هم ترى ادرى في المشروع منك انت بشكل شخصي. حاول القرار دائما يكون عن طريق مجموعه من فريق العمل اللي عندك، واشرك الموظفين معك في اتخاذ القرار. يعني الموظفين احيانا هم ترى متواجدين عندك في المؤسسه او الشركه يعني اكثر من 8 ساعات في اليوم، ممكن انت احيانا ما تتواجد الوقت هذا كله، فافضل انك يعني تكون حلقه عمل عن طريق المنصات التواصل عن بعد الان، وتواصل مع الموظفين عندك، شوف ايش المقترحات. يعني الموظفين بيقترحون عليك احيانا حلول تكون يعني بالفعل يعني تلمس احتياج العملاء. نعم، هو الابتكار الفعال دائما في اي ازمه مهم جدا، يعني بحيث انه يستطيع ان يوجد البديل الرائع المبدع في وقت وجيز، ما يكون هناك نوع من الاطاله والازمه تطول ووضع البديل ايضا يطول، هذه اشكاليه بحد ذاتها. هو بالفعل هو هذا الاسلوب اللين اللي لازم يكون في المشاريع الرياديه. يعني المشاريع الرياديه يعني تتميز انها تتحرك بسرعه، لا تنتظر يعني الإجراءات تمشي عندك أنه لا خلاص إن شاء الله خلال الشهر الجاي نطبق الخطة فلانية. إذا أنت الآن اجتمعت مع فريق العمل وشفت أنه الخطة هذه مجدية عندك وشفت أنه الموارد متاحة عندك، فأنت ابدأ نفذ من بعد بكرة، من بعد 3 أيام حط لك خطة محكمة وقنن الخطة هذه وأبدأ اشتغل عليها، فلا تنتظر أنه الخسائر عندك تزيد. إذا أنت شايف أنه في عندك فرصة 5% 10% تحرك وابدأ بالفرصة هذه، فلا تنتظر. يعني حتى انه بعضهم يقول لك لا انتظر ميزانيه نهايه الشهر وبعد كذا نسوي لها جرد. لا، موضوع الازمات ما يحتاج انك تنتظر، موضوع الازمات يحتاج انك تتحرك بسرعه، ما يحتاج انك تتحرك يعني في وقت معين، لا يحتاج انك تتحرك الان وبسرعه يعني اكبر من المنافسين. وهو حقيقه هو وقت تقدم في السوق، الازمات يعني بتتغير معاها مؤشرات النمو يا إيجابية يا سلبية. أي. بعد الأزمة هذه كلها أستاذ عادل يعني هي إن شاء الله يعني أزمة بتعدي، يعني مهما كانت تعدي يعني عاجلا غير عاجلا. لكن بعد الأزمة أنت حتشوف يعني شركات حتطلع أسهمها فوق، وشركات حتنزل، وشركات حتطلع من السوق، حتعيد ترتيب الشركات من جديد الأزمة. بالفعل. نعم. بالفعل حتعيد ترتيب الشركات، وأنا أقول لك هي فرصة للشركات الصغيرة
والشركات الناشئة إنها بتطلع وتتقدم فوق في معيار ترتيب الشركات. نعم. لأنه في شركات كثير يعني مجرد اسم شركة ومجرد اسم مؤسسة وهو أصلاً ما عنده قيمة مضافة، لكن الآن فرصته إنه يثبت نفسه وإنه يقدم قيمة مضافة للعملاء بالفعل ويخلي علاقة بينه وبين العميل ويبدأ يتواصل مع العملاء. برضه هذه نقطة جداً مهمة، إنه التواصل مع العميل وخدمة العملاء ولاء العملاء يعني وقته في الأزمات ترى يعني وقت ذهبي، إنه يكون ولاء فيما بين العميل ولاء ما بين المؤسسة أو الشركة هذه نفسها. فبرنامج ولاء العملاء يعني يفضل إنه الواحد يفعله في وقت الأزمات، يتواصل مع العملاء، يشوف يلبي احتياجات العملاء، بيرسل استبيانات للعملاء، خاصة إن الآن الوقت يعني أعتقد كافي بأن العملاء يتصفحون الجوالات بإمكانه يرد على الاستبيانات، فهو يعني فرصة للتطوير حقيقة حتى صحيح. للمشاريع بشكل عام. صحيح نعم. وجود الاحتياط ذكرت أنه مهم، تعطينا فكرة عن هذا الأمر؟ شوف يعني من ناحية وجود الاحتياطي، وجود الاحتياطي دائما يعني يفضل يكون مثلا في دراسات الجدوى مثلا التكاليف التأسيسية عندنا كلفتنا مثلا 100,000، نعم. فأفضل طريقة أنه بيكون 10% من التكاليف التأسيسية، فإن إذا يعني عندنا مشروع كلف 1,000,000 بنحط لنا تقريبا 100,000 هذه احتياطي، إذا احتجناها ناخذ منها، واذا ما احتجناها هي بتترحل كذا ولا كذا في نهايه السنه الى مجال الارباح. فائده وجود الاحتياطي قبل بدايه المشروع بيخليني ابدا مشروعي وانا واثق من مشروعي وانا يعني جاهز لاي طارئ ربما يتعرض لي. يعني احتمال احيانا تكون عندك طارئ مثل اللي احنا موجودين فيها الان، يعني يعني خطر استراتيجي يعني لكل المشاريع. احيانا يكون عندك مثلا ازمه في تاخر وصول العماله، احيانا تكون عندك ازمه في تاخر المواد الخام، احيانا فالأزمات هذه أنت ما راح تحسب حساب لها إلا إذا كان عندك موجود احتياطي. إذا موجود عندك احتياطي بإمكانك أنك أنت تعتمد على هذا الاحتياطي بمشيك فترة معينة، وأنا أشوف يعني فترة 3 شهور جدا كافية، يعني لا هي الفترة 6 شهور اللي ترهق يعني رأس المال وبيكون رأس المال عالي فيه، ولا هي فترة الشهر اللي هي يعتبر فيها نوع من أنواع المخاطر. فترة 3 شهور يكون عندك احتياط تشغيلي، هذا أمر مهم جدا للمشروع. رائع جدا. يمكن ما بقينا لنا الا دقيقتين معك دكتور وليد، اذا تحب انك انت تعطي فكره ايضا عن المنصه اللي تعملون عليها، منصه الجدوى واهميتها خاصه لمن يعني اراد ان يعيد الجدوى الان فرصه حتى يبدا يرتب اوراق مشاريعه. طيب حقيقه اخوي عادل، منصه الجدوى هي جاءت من خلال يعني رؤيتنا للسوق، شفنا انه كثير من المشاريع سبب فشلها مثل ما ذكرت لك وذكرت للمستمعين الكرام، انه ما في يعني طريقه حساب لدراسه الجدوى قبل الدخول في هذه المشاريع. نعم. اذا بغينا نسافر اكيد انا بنخطط، واذا بغينا نبني البيت اكيد انا بنخطط، فهذه ايضا من ضمن الامور اللي تحتاج دراسه وتحتاج تخطيط المشاريع. رغبتك لوحدها ما تحتاج، ما هي كافيه ايضا لبدء المشروع. فراس المال العامل انا شفت انه من اهم الاسباب اللي لازم نعتمد عليها في دراسة جدوى المشروع. حقيقة شفنا يعني عدد كبير من الناس نسألهم ليش ما سويت دراسات جدوى من خلال الاستبانات، من خلال يعني المقابلات الشخصية، بيقول لي يعني دراسة الجدوى أنا بتكلفني 8 ولا 10. طيب 8 ولا 10، أنا عندي رأس المال كله يعني ممكن تقريبا 100,000، فأنت أخذت الآن 10% في الدراسة فقط. لذلك وجدنا الآن منصة اسمها منصة الجدوى التقنية. فكرة المنصة بشكل بسيط إنه بيدخل رائد الأعمال أو المستثمر البيانات في هذه المنصة، تلقائيا بيتم تحليل هذه البيانات. طبعا البيانات الموجودة هي البيانات السوقية والبيانات الفنية، هذه جميعها يدخلها نفس رائد الأعمال ونفس مالك المشروع، وبعد كذا بيطلع للتقرير المالي لمنصة الجدوى خلال 3 ثواني فقط. بإمكانه مستقبلا أنه بيعدل على دراسة الجدوى، بإمكانه أيضا من خلال منصة الجدوى، هذه هي الخدمة الوحيدة التي يعني تكون بمقابل، لكن في عدة خدمات أخرى هي مجانية اللي هي ربط رواد الأعمال بالمستثمرين. وفرنا منصة للمستثمرين بإمكانهم الاطلاع على جميع المشاريع الريادية في مختلف مدن المملكة، وفرنا أيضا منصة لرواد الأعمال بإمكانهم عرض مشاريعهم على جميع المستثمرين، وفرنا أيضا منصة للشراكات فيما بين المشاريع الريادية، وهذه يعني من أهم الأمور لتطوير ونمو المشاريع الريادية هي الشراكة فيما بين المشاريع الريادية، وكذلك وفرنا منصة لتسهيل التمويل أيضا وتجهيز ملفات التمويل للمشاريع الريادية. حاولنا نكون منصة افتراضية ومرتقى أعمال افتراضي للمشاريع الريادية، وخاصة في ظل الوقت الحالي يعني نحتاج إلى تفعيل
التقنية بأكبر من النسبة سابقا. فمنصة الجدوى يعني باختصار هي منصة افتراضية لدراسة وتطوير المشاريع الناشئة والمتوسطة. طبعا التقارير تكون التقارير بالعربي وتكون التقارير بالإنجليزي، بالإضافة إلى أن العملات المستخدمة في المنصة هي 5 عملات، وهي الريال السعودي أولا، وبعد كده الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي. نعم، أنا أشكرك دكتور وليد الضبي مؤسس منصة الجدوى التقنية، وجودك معنا حقيقة وإثراءك في حديثك في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الله يسعدك ويبارك فيك، شاكر مقدر لك أستاذ عادل هذا الاستضافة. شكرا لك، وما زال حديثنا مستمر في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام ابقوا معنا. أعود إليكم مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم مرة أخرى، وضيفنا في هذه الحلقة أيضا الأستاذ توفيق الغامدي، وهو مؤسس شركة وفود لخدمات كبار الشخصيات. حياك الله أستاذ توفيق، سعد بوجودك معنا. حياكم الله أنت والسادة المستمعين الكرام، الله يحفظك. سلمكم الله. مع هذه الأزمة يعني وجودها، أي نعم وجدت بعض الظروف التي جعلت هناك إرباك في كثير من الأعمال والمشاريع واستمراريتها، إلا أنها أيضا أشرقت بفرص يعني بالإمكان الواحد أن يعمل بها، الفرص اللي ممكن يعني يستطيع أن يستثمرها وأن يقتطفها من هم ينظرون إلى هذه المحنة إلى منحة. ما هي هذه الفرص اللي ممكن الواحد يستفيد منها خلال هذه الأزمة أستاذ توفيق؟ طبعا الله يحفظك وجميع السادة المستمعين الكرام. طبعا الفرص الآن واضحة جدا للجميع. نعم. فرص العمل عن بعد. أها. وهو يعني حاليا بشكل عام البلد يحتاجه كثير جدا لوجود يعني كفاءات لديهم يعني مرسخين بالعلم والمعرفة، بالإضافة إلى معرفتهم بأعمال السوق والاحتياجات. نعم. سواء في الخدمات الصحية، الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية، الآن هي شيء جاهز الحين أمام الكل. فأعتقد أنه في هذا الفرصة المتاحة الحين يبدأ البحث عن الآلية اللي ممكن يقدمها كخدمات من العمل عن بعد. طبعا العمل عن بعد الآن يعني لأنه صار في حاجة، فصار فيه للجميع إمكانية لتنفيذ العمل. الأسبوع الماضي كان في اجتماع لقادة العالم دول 20 قادتها المملكة، وهذه رسالة واضحة، اجتماع لقادة العالم عن بعد، فبالتالي أي شيء تحته حيكون سهل جدا في التواصل. صحيح. طريقة اللقاءات، الاجتماعات بين الشركات، بين أعضاء لجان متعددة في شركات في داخل منظمات متباعدة في هذا، يستطيعون أن يكون هناك لقاء في اجتماع في غرفة يجتمع كل الأعضاء، كسبا للوقت، للجهد، لأشياء كثير يعني بتخدم في هذا الجانب. أعتقد سينشأ شركات الآن تقدم هذه الخدمات للشركات. يعني تنفذ قاعات اجتماعات افتراضية تنتقل من شركة لشركة من وقت لوقت. طبعا الخدمات الصحية اللي بدال الشخص يروح للدكتور ويوصل بأقل تكاليف، قد يكون في تواصل مع أطباء وجهات طبية تنفذ خدمة قريبة للخدمة الواقعية. أيضا الخدمات اللوجستية اللي ممكن تقدمها شركات أو جهات، الآن ينشأ شركات لتقديم الخدمات اللوجستية، سواء توصيل، سواء معلومات، سواء نقل بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن الآن فرصة سانحة لكل رواد الأعمال للاتجاه لهذا العمل. تفكير بسيط مع اتخاذ الخطوات الرئيسية في بناء المؤسسة أو العمل اللي يفكر يقوم فيه، بدراسة جدوى مبسطة، حتى دراسة تقديم دراسات الجدوى يستطيع يقدمها عن بعد. الشركات الآن مطروحة موجودة. أعتقد أن الآن من خلال تخصيص حيز في 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 مكان حتى لو في بيته يقدر يخصص موقع له، يبدأ يمارس أعماله وتقدم له دخل قد يكون أحيانا أكثر من الدخل الخارجي. فالآن هي فرصة للجميع أنه ينتقل من العمل
للخروج إلى زي ما يقولوا التفكير خارج الصندوق. نعم. المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآن يعني ما شاء الله تمثل 99.4% كما هي الإحصائية من إجمالي المنشآت في المملكة، ويعني كيف فعلا يعني نعول عليها كثيرا بحيث أن هي بلا شك يعني هي يعول عليها في اقتصاد المملكة وتساهم في رؤية المملكة لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي يعني بنسبة 35%. لذلك مهم جدا أنه إحنا نعرف كيف تعمل هذه المنشآت وخاصة مع هذه الأزمة وأن تتجاوز هذه الأزمة، برأيك كيف يتم تجاوزها؟ طبعا إن شاء الله أول حاجة بإذن الله هذه يعني زي ما يقول سحابة صيف. نعم. وتعدي بإذن الله يا رب. بجهود المخلصين في أبناء الوطن وكل من يعيش على أرض الوطن. النقطة الثانية بالنسبة للمقدرة على 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 يعني برأيي إنه الآن يبدأ كل الجهات إن تبدأ تفكر في تخفيض التكاليف اللي موجودة عندها. مؤكد إنه إذا عملت مسار العمل عن بعد حتخفض التكاليف. تكاليف حتى في تكاليف في 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 الخدمات اللي تقدم في 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 المصاريف اللي عشان يتم تنفيذ بعض الأعمال اللي تكون فيها. الآن كثير من القطاعات بدينا نشوفهم عملوا شركات أو اتفقوا مع شركات موجودة محلية إنها تنفذ لهم عمليات نقل أو توصيل تطبيقات التوصيل. نعم. اعتقد نجحوا نجاح باهر الان. صحيح. وحتبدا الحين المفاضله بين الشركات، المفاضله بين الشركات الان بالاتجاه كيف انت توصل، كيف توصل الادوات والمواد للمستفيد النهائي. اول حاجه يعني اقترح واتوقع انه ممكن يكون في منافسه الان على الجانب الصحي، كيفيه التغليف الامن، وكل وحتزيد المنافسه ترفع الجوده داخل المنشآت. فالآن حيكون في منافسة من يقدم الخدمة أسرع بأقل تكلفة بأكثر جودة صحية. والآن يعني يمكن ما كانوا البعض منا وإحنا منهم يعني ما كان ينظر للجانب مثلا الاهتمام الصحي الزائد في عملية تغليف ووصول واستلام الأدوات اللي يشتريها من السوق بشكل عام. الآن أعتقد أنه الجانب الصحي حياخد الرقم الأول لأنه بدأ البعض يبدأ يعرف إيش معنى المخاطرة بانتقال أي كانت العدوى في عملية، ولا تكون هاجس طبعا هذا الموضوع. ولكن كل ما تكون الجودة يعني أعلى مستوى في عملية نقل المواد من مكان لمكان. نعم. فخاصة الأطعمة، بالذات الأطعمة يعني أعتقد أنه حيكون الآن فيه نظام بشكل آمن وحيقبلوها الناس حتى لو دفعوا فرق بسيط إضافي لمبلغ الجانب الصحي. أعتقد إن المنافسة الآن في عملية النقل الآمن فعلا، لأنه خاصة أنه موضوع التنقل والتجول وكل ذلك يتبع أنه لابد أن يكون هناك نقل آمن، نقل آمن، تغليف سيارات معينة من طريقة معينة. نعم. تغليف من مكان تنفيذ الطلب نفسه سواء أغذية أو غير أغذية، يعني مو شرط ما تكون أغلية لأنه نعم. في شيء في النص حيكون وإيصالها بطريقة معينة في للمستفيد النهائي. بالنسبة للشركات والمؤسسات والقطاع الخاص الآن حيبدأوا يفكروا في عملية الأعمال اللي تخفض التكاليف وطريقة العمل عن بعد. نعم. في هذا الجانب لتسهيل هذا العمل حتنشأ منصات إلكترونية وأعتقد والأكفى للأقوى يعني للي يكون فيها خدمات أكثر ومهنية. فأعتقد أنه مهم جدا الالتفات إلى الجانب المهني في هذا الجانب. نعم، يعني التركيز لابد أن يكون الآن إلى الجانب التقني بشكل كبير. بالضبط. والجودة. والجودة أيضا. والجودة وأعتقد أن والسرعة أيضا أستاذ توفيق يعني الآن أي مطلوب وأكد. مهمة كلنا لابد تتوفر فيها عدة جانب السرعة، جانب الالتزام، الالتزام. نعم. بالمواعيد، التزام بالوقت هذا مهم جدا. بالإضافة للتكلفة كمان التكلفة هي يعني كده بطريقة أخرى ما راح تكون أكثر، حتكون أقل. صحيح. لأنه الآن في مصاريف ما حتكون موجودة أصلا. نعم. في هذا الجانب. فمؤكد جدا إنه بإذن الله إنه التوجه الآن حتكون على يعني زي ما تقول upgrade لكل الأعمال اللي بتكون
من ناحية الجودة، من ناحية سهولة الوصول إلى 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 الحاجة، بالإضافة إلى سهولة الوصول أي وقت. وقت أنت بتكون تحتاج شيء مثلا معين من جهة معين، أنت بتدخل على تطبيق بإرسال الرسالة، أنت خلاص انتهى كل الأشياء اللوجستية اللي بتتم عشان الطلب، تنتظر بس اللحظة اللي توصلك في 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 مكانك. نعم. أعتقد إنه الآن حيكون في نقلة نوعية على مستوى أكبر، وحيكون فيه يعني على الأعمال التقليدية حتكون هي يعني شيء متقادم شوية. نعم. أعتقد إنه كذلك مواقع إنشاء المتاجر الإلكترونية سيكون عليها طلب يعني بشكل كبير من الشركات اللي تريد أن تحول بيعها إلى بيع إلكتروني. بالضبط، حيكون في إقبال كبير على المتاجر الإلكترونية، حيكون بإذن الله إقبال كبير على الجانب البرمجي يعني. نعم. الخريجين، الجامعات، المعاهد، المتمرسين متمكنين من إنتاج برامج، والآن حيكون في إقبال أكبر على الجانب الإلكتروني اللي ما كان عنده في شركته أو في منظمته، أو قد يكون لا اهتمام كثير في الجانب الإلكتروني، حيكون في توجه لا مختلف تماما، حيضيف له الجانب الإلكتروني، حيكون جزء من الأعمال إلكترونيا. مؤكد جدا هذا النقلة يعني رب ضارة النافعة. نعم. في هذا المجال يعني توقعات بإذن الله إنه الأمور حتاخذ الجانب التقني الأعلى في 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 تنفيذ الأعمال. نعم. سواء المنظمات اللي هي موجودة عندها حترفعها، أو المنظمات اللي ما هي موجودة عندها والشركات أو الجهات إنها تبدأ ترفعها تتنفذها في 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 مجالها. نعم. مكملي معك أستاذ توفيق، فاصل ثم نعود لكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعي الكرام، عودة إليكم مرة أخرى ومع الأستاذ توفيق الغامدي، وهو طبعا يعني رئيس لدعم اللوجستي في أحد البنوك، وأيضا ما زال معنا متحدث حول نقاط مهمة جدا وفرص لابد أن الواحد يعني يستثمرها وينتهزها في ظل هذه الأزمة، إن شاء الله تكون هي خير في باطنها، وإن كان هناك شر في ظاهرها، لكن في كل إن خير، وهذا حال المؤمن دائما وأبدا. حياك الله أستاذ توفيق مرة أخرى. حياكم الله أنت والمستمعين الكرام، الله يحفظكم جميعا. طبعا يريد تحدثنا يعني، وأنت كمؤسس لشركة وفود لخدمات كبار شخصيات، يعني الفكرة وكيف الواحد يعني كيف استطعتم أنكم أنتم تتجاوزوا أزمة كورونا؟ أنا عندي بس شيء أضيفه لما سبق. بالنسبة لإخواني وأصدقائي رواد الأعمال، الفترة يعني اللاحقة إن شاء الله بإذن الله يا رب، أنا أعتقد أنه لو بدأوا من الآن في التفكير، أول حاجة جمع بيانات الشركات الموجودة محليا. جميل. تمام. يجمعوا بياناتها وهي سهلة جدا ومتوفرة، وبعد كذا يبدوا في عملية إعداد عروض لكل جهة. يعني دائما اذهب للعميل، الاتجاه للشركات بإذن الله بعد الأزمة مباشرة، أو حتى ممكن يراسلهم إنه إنشاء في كل شركة من الشركات اللي بيروحوا لها بيتوجهوا لها قاعدة اجتماعات افتراضية، وهذا للتسهيل لأعمالهم، ربطهم بعملائهم، ربطهم بالمستفيدين من الخدمات، ربطهم بالجهات اللي يستوردون أو يستفيدوا منها في 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 في, في نفس. فأعتقد إنه لو كان فيه جهات الآن يعني رجائي رواد الأعمال المتخصصين بالذات في 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 الجانب الإلكتروني البرمجة والشبكات، إنهم يبدأون في عملية تجهيز للشركات هذه إنها تصنع قاعة
اجتماعات أو مكتب للتواصل عن بعد في كل شركة من الشركات. بالتأكيد أنه راح يسهل لهذه الشركات المستفيدة من هذه الخدمة لأعمالهم، سواء بين فروعهم مع المستفيدين منهم، مع الجهات اللي بياخذوا منهم المواد الأساسية أو المواد الخام اللي بيعملوا فيها في جهاتهم، أو بين أي شيء للمشتريات للأعمال لكل ما يتعلق بالعمل، إنه يبرزوا الجانب التقني لأنه بيسهل لهم في عملية الشركة عندهم وبينفذ لهم أعمال متميزة. فأعتقد إنه إن الموضوع بداية جمع بيانات للشركات المتوفرة موجودة عندنا بالمملكة وكل واحد في منطقته، ويبدأوا بعد كذا بتقديم مقترحات كل شركة من الشركات حتى الشركات العادية المتوسطة والصغيرة. نعم. إنه بإمكان تخصيص حيز بسيط بالشركة وهم يقدموا الخدمة من خلاله، ويقدروا يتعاقدوا مع الشركات عقد شهري، عقد سنوي، عقد بتنفيذ العمل، كل ما يحتاجوا لهم يجوهم بأجهزتهم يحطوها ويجهزوها. المهم إنه تنفيذ منصات إلكترونية لتنفيذ أعمال معينة عن بعد مع جهات أخرى، ويقدرون يكون عندهم قاعدة بيانات للجهات اللي هم يستفيدوا. يعني الأهم في الموضوع هذا إنه الاستفادة من الجانب التقني قدر الإمكان، لأنه هذا هو الآن التوجه، وهذا هو الآن الموجود. يعني يخرج من الجامعات ومن المعاهد المتخصصة يعني المئات والآلاف. أعتقد أنه الآن يبدأون بمشاريعهم الخاصة، وحكومتنا داعمة لكل هذه الأعمال بإذن الله كما نشاهد دائما بالله. نعم. نعود إلى ما كيف يعني عملتم على تجاوز الأزمة من خلال شركتكم. بالنسبة لنا في كيفية تجاوز، عملنا أساسا إلكتروني. ما في أي عمل بالأساس، هو أساسا على منصات إلكترونية، تطلب الخدمة إلكترونيا ويصير فيها الارتباط مع رسائل الاس ام اس للمستفيد وللعاملين اللي يعملون في المجال نفسه. فالموضوع هو أساسا مجهز إلكترونيا، فما في إشكال. حتى الموظفين مو شرط أنه يداوم بالشركة، مو شرط أنه يكون موجود متواجد على طول بالله. ففيه يعني في أعمال محددة، مهام محددة يقوم بها في أوقات تلزمه فيها. فإحنا بحمد الله، لأنه يعني كان العمل عمل إلكتروني من أساس، فهو مرت الأزمة هذه طبيعي جدا. فالأعمال كلها تتم من خلال التطبيقات الموجودة. رائع. ترى أنه لابد أن تكون هناك دائما بدائل في كل الأعمال، في كل المشاريع، لأي ظرف ممكن ولأي أزمة ممكن أن يمر بها هذا المشروع. مهم جدا أن يحسب لها حسابها كميزانية، كفكرة، كبديل لابد أن يقوم. طبيعي جدا، أي عمل لابد أن يكون له خطط بديلة. بالإضافة إلى خطط الطوارئ لا سمح الله في أي موضوع. نعم. طبعا الجائحة هذه هي خطط طارئة مختلفة جدا عن هذا، وهذه يعني خارج عن الإرادة، ولكن لابد أن يكون مستعد ولو للتقليل من آثار هذه المواقف اللي تتم. فلابد أي جهة لازم يكون لها بدائل موجودة إن تقدر تمرر أعمالها فيه. ليش؟ لأن الشركة، كل شركة وكل جهة وكل مؤسسة من لأصحاب الأعمال طبعا عليهم التزامات، والتزامات مستمرة، سواء إيجارات، سواء رواتب، سواء أيا كان مصاريف موجودة. فلابد أنه يكون موجود حتى لا يتوقف العمل عنده كليا، وما يقدر بعد كذا يكون يدخل في 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 طرق يعني متعبة له شوية. لكن لابد، لكن جزء من 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 من, من هذه هذا انه يكون الخطط الطوارئ، ويقدم حتى على المستوى البسيط ابحاث خاصه في اعماله نفسه. ابحث عن بديل لما يكون كذا. انا اعرف انه بعض الشركات الكبيره ذات الاسم ريادي عالي في احدى المرات كان عندهم تخفيض للميزانيه. نعم. مخفضوا في كل شيء في الميزانيه الا جانب الابحاث. لم يمسوه، لانه يعتبرون هذا الجهاز هو اللي ممكن يحمي الشركه هذه من أي أعمال. يستمر الأبحاث مستمرة في إيجاد بدائل في عمل. فلو خصص جانب بسيط استشاري مع الشركات أو الناس الأشخاص تقديم الاستشارات،
في إيجاد بدائل لهذه الشركة للاجتياز من أي مرحلة تتم. ولا أعتقد أن فيها إشكالية مع أي شركة يعطي له خطط بديلة في حالة لا سمح الله تأخر موقف مثلا معين في شيء ازدحام في 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 منطقة معينة، ما وصلت الخدمة في الشيء الفلاني، المستوردين من الخارج تأخرت الباخرة لوقت معين ما وصلت البضاعة، كيف تكون التزامك أنت مع الشركة مع الناس مع المستفيدين؟ فأعتقد لابد أن يكون في خطط طوارئ وخطط بديلة لتنفيذ أي أعمال، وقد ما تكون هو عند الشخص نفسه صاحب العمل نفسه الفكرة، لكن هناك من هو متخصص في عمل الاستشارات لهذه الأعمال. وأعتقد لو دفع مبالغ بسيطة في هذا الموضوع أعتقد أنه رايح تحميله المؤسسة عشان يكون مستمر عمل بمهنية في 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 هالموضوع هذا، ويكون متجاوز بإذن الله هذه الأعمال اللي تتم الآن. حسب علمي إنه كثير من الجهات الاستشارية الآن هو شغلهم أكثر، لأن الإنسان دائم ما يبدأ يكون عنده أي دروب ولو بسيط طبعا في الشركة يبدأ يتوجه للجانب الاستشاري، يستشير استشارات المالية، الاستشارات الإدارية، الاستشارات التنظيمية للعمل نفسه، يبدأ يتوجه لها عشان يأخذهم للطريق والمسار الصح، لأنه هذا إنسان متخصص فاهم إيش ممكن يأخذ للمسار للعمل. فليس شرط أن يكون صاحب العمل هو بيده الاستشارة وهو بيده البحث وهو بيده لا، يعني يعطي كل جهة كل مسؤول كل مختص يعطيه التخصص اللي عنده وياخده ويناقشه معه. نعم. إذا عنده وجهة نظر مغايرة يناقشه معه، وبالتأكيد راح يخرجون يعني بدليل إجرائي أو بعمل منظم لكل الأعمال اللي تتم في داخل عمله ولو كان بسيط، لكنه رايح يكون يخدمه وراح يجنبه أي خسائر بإذن الله. بإذن الله تعالى. احنا وصلنا إلى هذه الحلقة، إن كان هناك من كلمة أخيرة تود أن تذكرها أستاذ توفيق. حقيقة أنا بإذن الله أنا أدعو كل رواد الأعمال تحديدا إلى العمل في القطاع الخاص ببداية السلم درجة درجة مع يعني الالتفاف حول الجانب المهني. نعم. العمل بمهنية في الموضوع حتى يبدأ الموضوع يأخذ مراحله حتى يتقدم، لا يتوقع الإخوان إنه بس على طول يوصل لمنطقة معينة وخلاص لا. جميل. فأنت في التدرج هذا بيمر عليه مواقف كثيرة، قد تغير المسار لاتجاهات مختلفة معه حيكون هو مسايرها. نعم. أعتقد إنه يبدأ بناء الأعمال من خلال عمل مهني من البداية، ولو كلفه شيء بسيط إضافي عن هذا يعني ما حيكون إضافي كثير، ولكن حيوصلوا إلى بر الأمان وبإذن الله يكون اسمه ساطع بإذن الله في مجالهم بإذن الله بحول الله تعالى. أنا أشكرك أستاذ توفيق الغامدي المؤسس لشركة وفود الخدمات كبار الشخصيات على وجودك المثري في هذه الحلقة معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لك مستمعينا الكرام. فطبعا في نهاية هذه الحلقة نقول إنه كل أزمة في حد ذاتها تحتوي على كل من الأسباب الجذرية للفشل وبذور أيضا للنجاح. الاكتشاف من أجل جني هذه الفرصة المحتملة للنجاح هو جوهر إدارة الأزمات، وهذا ما نبحث عنه. إن إساءة تقدير الوضع والخوف وجعل الأمور أسوأ هو نموذج لإدارة الأزمات السيئة. وباختصار، إذا عولجت هذه الأزمة على النحو الصحيح يمكن أن تتحول إلى فرصة، ومن هنا نقول نسميها من أزمة إلى فرصة ثمينة بحول الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وقيادتنا ويحفظ كل مواطن ومقيم وكل العالم من هذه الأزمة التي اجتاحتنا، وأن يحمينا بحمايته وأن يحفظنا بحفظه، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه تحية مني أنا عادل برباع من الكنترول الزميل ياسر صبح. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.